القراءة الأعلى على مستوى القراءة الواعية هي القراءة الناقدة. في كلتا الحالتين تجد يستجيب ميكانيكياً للمعلومات التي يستقبلها من العقل. يعني ميكانيكياً البحث لاحقاً مقصود الناقدة. الناقد، ما المقصود بالناقد؟ الناقد ينصرف إلى الذهن أن الناقد هو الذم، لا، الناقد هو مأخوذ من الصيرفي، الناقد من النقد، من الصيرفي الذي يعرف الصحيح من الزغل، المغشوش وغير المغشوش. فالناقد هو الذي يعرف الصواب والخطأ، الصح والخطأ، الأحسن والحسن والأسوأ، يعرف المدح ويعرف الذم. هذا هو الناقد الذي يعين هذا ويعين هذا، السلبي والإيجابي. القراءة الناقدة تعني ما هو الصواب في هذا الكلام وما هو الخطأ، طبعا في غير كلام الله سبحانه وتعالى، في كلام البشر، في ماذا، هل هذا كلام صحيح ولا مو بصحيح، يحتاج إعادة نظر. فيقرأ الكتاب تجد أنه يعلق، هذا يحتاج يعني هذا يحتاج كذا، علامة استفهام، هذه تحتاج تأمل، هذه لا أوافق، ثم ينظر انعكاس هذا الشيء على حياته، انعكاس هذا الكلام على حياته. تجد إذا قرأ القرآن في قراءته الناقدة المتدبرة ينظر عندما يسمع القرآن أين موقع هذه الآية منه، وأين هو موقع من هذه الصفات. لما يسمع الله عز وجل يصف صفات المؤمنين يقول طيب أنا أي واحد فيهم، طيب أنا كم واحد منها، ويبدأ تكون قراءة ناقدة، بمعنى ما هي مشاعري تجاه هذا الكلام وأين أنا من هذا الكلام، ويصبح همه كيف يطبق هذا الكلام على نفسه، ويصبح همه كيف ينعكس هذا الكلام على سلوكه. هذه هي القراءة الناقدة.